مساء الخير. بين الطرافة والمأساة تقف ظاهرة انتحال بعض اللاجئين الهوية السورية. مراسلنا في بريطانيا جوان إبراهيم أقنع شابا مصريا بالظهور أمام الكاميرا والاعتراف كيف فعل ذلك، لنشاهد معا. تتعامل الدول الأوروبية مع طلبات اللجوء وفقا للحالة الأمنية لبلد المتقدم، والسوريون الآن الأوفر حظا في قبول اللجوء، لذلك ينتحل البعض شخصيات السوريين ليتم قبول لجوئهم بشكل أكيد. احنا اخوان يعني سوريين ومصريين وتونسيين والناس كلها عرب، وما جاش في دماغي يعني ان انا استغل ولا حاجة من دي ولا كده. هو لما يكون في واحد سوري يشوفني انا تعبان وما عنديش سكن وما عنديش مكان اكيد مش هيبقى فرحان. وبعدين اصحابي السوريين اللي قالوا لي اعمل، لانه هو عادي ده البلد بتدي سوري والجزائري وبتدي الناس كلها يعني اطلاقا، ما كانش موضوع استغلال ولا عمري فكرت كده. هناك الكثير من الحالات تستطيع أن تقنع دائرة الهجرة في المملكة المتحدة بأنهم سوريون ويمنحون حق اللجوء، وأغلب هؤلاء هم من الدول المجاورة لسوريا. في شغل أساسي لازم نعرفه، أنه ما في حصة معينة من السوريين أنه الهوم أوفيس بيحددها أنه والله أنا هستقبل 1000 سوري، فبالتالي أنه إذا أجا واحد غير سوري وأخذ لاجئ على أنه سوري فرح يأثر على بقية السوريين. قد يكون هو نوع من الاستغلال، يدعي أنه هو سوري الجنسية مشان يحصل على إقامة بشكل أسرع أو بشكل مضمون، لكن كونه هن قلائل وهن لاجئين مثل السوريين الآخرين، فنحن متعاطف مع معاناته ومنقدر انه هو ممكن يكون يعني كذبة بيضة مشان يمشي اموره. من خلال شغلي كمترجمة بصادف كتير أكراد بيدعوا أنهم أكراد سوريين، ولكن من خلال الحديث بكتشف أنه لهجتهم مختلفة تماما عن اللهجة الكرمانجية اللي بيحكوها أكراد سورية، ولكن مو مهمتي أبدا أخبر دائرة الهجرة عنهم لأنه مهمتي محصورة فقط بالترجمة. بعد أن ازدادت حالات انتحال صفات السوريين، اضطرت دائرة الهجرة البريطانية بالاستعانة بخبير اللغة والذي يكون على الأغلب من نفس مدينة طالب اللجوء. كنت عارف السكة الحديد في درعا، وكنت عارف حاجات كثيرة، وكنت عارف المليحي، وكنت عارف يعني نسيت دلوقتي طبعا لأنها فترة طويلة، بس جاوبت يعني جاوبت ممكن 70% من الأسئلة، بس طبعا قالوا لي دخلوا لي في مواضيع الجغرافيا وسألوني عن الجغرافيا في سوريا، طبعا مش هعرف كثير، وعشان الرد بتاعي او الاجابه بتاعتي كانت كويسه جابوا لي في الاخر خبير لغه وعرفني ان انا مش سوري. بعد طبعا ما اترفضت اني انا مش سوري قلت لهم يا جماعه ان انا مصري، لاني كنت محبوس طبعا وعايز اطلع وكده، قلت لهم ان انا مصري، فعملوا معايا انترفيو تاني وخبير لغه تاني وقالوا لي انك انت سوري انك انت تونسي، وانا دلوقتي بالنسبه لهم تونسي، ومشيت بقى وخلاص تونسي سوري مصري اي حاجه عادي. لم يتوقف استغلال الثورة السورية على الدول فقط، إنما تعدى ذلك إلى الأفراد، فالكل يحاول أن يستفيد من الأزمة السورية وبأي طريقة كانت. جوان إبراهيم، أورنت نيوز، مانشستر. ومعي جيان عمر من المركز الأوروبي للدراسات في برلين. جيان، بداية، هل هناك أرقام تقريبية لنسبة هؤلاء الذين ينتحلون الهوية السورية بين اللاجئين؟ يعني في الحقيقة مع موجة اللجوء التي جاءت إلى أوروبا وبالتحديد على وجه الخصوص إلى ألمانيا في العام 2015، كان هناك فعلا عدد كبير انتحلوا، ليس فقط الشخصية السورية بل أيضا الشخصية العراقية، ولكن على وجه الخصوص السورية، وكانت أعدادهم في العام 2015 تتجاوز نسبة 40%، ولكن مع ازدياد حدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية وحكومات أخرى للتحقق من هوية هؤلاء وطلب مستندات والكشف عن المستندات المزورة تراجعت الأعداد. يعني نحن نتحدث الآن يمكن الحديث عن أن 5% من هؤلاء حصلوا على حق اللجوء باسم السوريين. ولكن جيان، بالحديث عن الإجراءات، هذه الإجراءات والحصول على المستندات وما إلى ذلك، ألا يمكن أن يؤخذ الصالح بالطالح كما يقال في هذه المسألة، خاصة أن نتحدث عن اللاجئين السوريين قد يكونوا يعني لا يمتلكون كل هذه المستندات وما إلى ذلك؟
نعم، يعني هذا تسبب بضرر للمواطن السوري او للاجئ السوري الذي فقد على سبيل المثال في الحرب جميع اجراءاته الثبوتيه وجواز سفره وشهاداته، وكانت الحكومه تتساهل احيانا مع هؤلاء، ولكن بسبب انتحال الشخصيه من قبل جنسيات اخرى اصبح التشديد ايضا على هؤلاء. علاوه على ذلك ان جزءا من هؤلاء اللاجئين الذين ينتحلون الشخصيه السوريه يحصلون على امتيازات ومقاعد و منافسة مع السوريين الأصليين. يعني نعم، هل هناك تأثيرات أخرى قد تكون على اللاجئين السوريين عموما في ألمانيا مبدئيا؟ لو تعيد لي السؤال فضلك. نعم، أقول لك هل هناك تأثيرات أخرى غير التي ذكرتها على اللاجئين السوريين موجودين في ألمانيا من هذه الظاهرة؟ يعني هذا التنافس بحد ذاته، فقدان الثقة بالأوراق الثبوتية السورية، يعني رأينا أن بعض الصحفيين الأجانب ذهبوا إلى تركيا أو إلى مناطق أخرى واستطاعوا خلال فترة قصيرة استصدار جواز سفر سوري وهوية سورية وشهادة سواقة سورية وحتى شهادات جامعية سورية، فهذه الشهادات المزورة تؤثر على مصداقية الثبوتيات السورية للسوريين الأصليين، هذه من جهة. من جهة أخرى ممكن أن يتم ارتكاب جرائم من قبل هؤلاء الأشخاص الذين لا نعرف خلفياتهم ويتم إحصاؤها ضمن الإحصائيات الألمانية على أساس أنهم سوريون. إذن أنت ذكرت أنها قد تسببت بنوع من التشدد في الإجراءات، إجراءات من حيث التحقق أكثر، أم أننا نستطيع نقول أيضا هناك إجراء الحكومة الألمانية ذهبت باتجاه منح الحماية المؤقتة لسنة مؤخرا، هل هي مسألة ناتجة فعلا عن هذه الظاهرة؟ يعني اولا الضغوطات او التشديدات تجلت بان السوري كان في البدايه، يعني في بدايه 2014 2015 كان يحصل خلال فتره قصيره على اللجوء بتحقق بسيط من ثبوتياته، ولكن الان اخذت الاجراءات تاخذ احيانا اكثر من سنه ونصف، وايضا هناك بعض المقاطعات تطالب حتى باختام من السفاره السوريه، يعني هذا نعتبره نحن انعكاسا سلبيا على اللاجئ السوري. النقطه الثانيه حق الحمايه هو في الحقيقه لا يتعلق بهذا الكم الكبير من اللاجئين الذين انتحلوا شخصيه السوريين، ولكن بسبب ازدياد عدد اللاجئين في المانيا بشكل عام، وحق الحمايه يمنع اللاجئ من لم شمل عائلته ولا، فكان هذا اجراء من قبل الحكومة الألمانية لاستيعاب اللاجئين الموجودين حاليا وتوقيف طلبات لم الشمل في الخارج، لا أعتقد أن لها علاقة بانتحال الغير سوريين للجنسية السورية. نعم، جيان أنت ذكرت بأن هناك تعامل خاص مع السوريين نسبة لقضيتهم، وقد يكون هذا الدافع باتجاه انتحال الهوية السورية من جنسيات أخرى، ولكن هل هي الظاهرة جديدة مرتبطة بالقضية السورية أم أنها ترافقت أيضا مع قضايا أخرى سابقة، موجات لجوء سابقة في العراق في أفغانستان وما إلى ذلك؟ يعني فعلا هذه الظاهرة ليست بجديدة، وكان هناك في السابق على سبيل المثال الأكراد في الذين يأتون من سوريا، جزء منهم ينتحلون شخصية الأكراد المحرومين من الجنسية ويقدمون نفسهم على أنهم لا يملكون الجنسية السورية، كما أنها ترافقت مع موجة اللاجئين العراقيين التي أتت إلى أوروبا، حينها كان اللاجئون الغير عراقيون يدعون أنهم عراقيين، ولكن هذه الظاهرة تجلت بوضوح في موجة اللجوء التي ترافقت مع الثورة السورية بسبب الكم الكبير، يعني من حيث الكم هي الأولى من نوعها، ولكن من حيث النوعية وهذه الإجراءات التي يتبعها بعض اللاجئين غير السوريين يعني هي موجودة منذ زمن. يعني سؤال أخير برأيك، هل هو مبرر؟ يعني وجدنا أخيرا ما يجعل الناس يودون أن يحملوا الهوية السورية؟ يعني فعلا أصبح قبل الثورة السورية لم يكن هناك، يعني أنا كنت أعيش في ألمانيا من قبل الثورة السورية ولم يكن هناك جزء كبير من الألمان أو الأوروبيين يعرفون أين تقع سوريا، ولكن بعد قيام الثورة السورية أصبح هناك تنافس ليس فقط في الداخل السوري، يعني الآن أكثر من 80 جنسية تقاتل في سوريا تنافسهم في ثورتهم هناك لأجندات أخرى، وأيضا حتى في دول اللجوء ينافسون السوريين ويلاحقونهم، فلا نعلم إن كانت هذه نقمة أم نعمة للسوري. جيان عمر، عضو مركز الدراسات الأوروبية من برلين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.